تعالوا نروح للحجيج الحجاج اللي بيأدوا طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة. وخلونا ناخد معانا على التليفون زميلنا العزيز الحاج عبد الله بركات، موفد التلفزيون المصري من مكة المكرمة. أهلا 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 يا حاج عبد الله. أهلا أهلا يا يوسف، على فكرة أنا ما نمتش زيك برضه. ما انت ما نمتش، ربنا يا رب يديلك الصحة. انت ما نمتش عشان الحج، انا ما نمتش عمال بلف. لكن كلانا بإذن الله يعني ما ينامش في الخير، وبإذن الله النوم جاي كتير زي ما يتقال. ربنا يرجعك بس بالسلامة انت وكل الناس يا رب. الله يسلمك يا يوسف، وان شاء الله ربنا ينولها لك باذن الله تعالى. امين يا رب، امين يا رب. جماعه باذن الله، قول لنا اخبار النهارده، طواف الافاضه ورمي الجمره، الاخبار ايه والناس عامله ايه؟ انا دلوقتي موجود في منى، واعتقد ان الناس معظمها انتهى من رمي جمره العقبه الكبرى. أيه. يعني الدنيا فاضيه خالص على كتف الجمرات، لو موجود في صوره هتلاقي ان الامور يعني شبه منتهيه بالنسبه لي اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى. وبالطبع في ابتدى عدد من الحجاج يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، ومنهم من يعني بيؤجل هذا الطواف لنهاية، يعني بيجمعها مع طواف الوداع، أو بيستنى لما بيخلص خالص الأيام التشريق الثلاثة هنا في منى، أو اليومين إذا كان متعجل بيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. لكن اللي زينا يعني أنا عن نفسي مثلا توجهت بعد ما جينا من مزدلفه الى منى ورمينا جمره العقبه الكبرى فجر هذا اليوم، وبعدين توجهنا لعمل طواف الافاضه وتحللنا ورجعنا ثاني على منى للمبيت فيها وقضاء باقي ايام التشريق. يعني هي الامور ميسره في كذا اتجاه، يومين متعجل وفي ممكن تعمل طواف الافاضه. الامور هادئه في منى حاليا لان مفيش رمي جمرات، رمي الجمرات هيبتدي بعد الساعه 12، او في ناس بترمي بعد الزوال اللي هو بعد ظهر الغد، ده هيبقى اول ايام التشريق باذن الله تعالى. وفي يعني في ناس متعجله، وغالبا يعني في معظم المصريين بيبقوا متعجلين في هذا الامر، فمن تعجله في يومين فلا اثم عليه. بالنسبه للخدمات الموجوده في مخيم منى، طبعا منى يعني عاوز اقول ان منى مشهوره بالقدام، او ممكن تسميها المدينه مدينه الخيام البيضاء، او اكبر مدينه خيام في العالم. ليها يعني طابع خاص، ليها قباب، ليها طابع خاص جدا. لو الصوره موجوده هتلاقي منظر جمالي، يعني منظر مشهد روحاني عظيم جدا موجود في منها. جسر الجمرات مضاء كذا طابق في جسر الجمرات او مبنى الجمرات للتيسير على الحجاج. جوار جسر الجمرات على بعد امتار قليله في مسجد الخيف، ومسجد الخيف يعني احنا بالامس اشرنا ان هناك ثلاث مساجد لا تعمل الا في خلال خمسه ايام فقط، وهي ايام عرفات ومنى، وهي مسجد الخيف اللي احنا موجود امامه، ومسجد نمره، ومسجد المشعر الحرام. وبالطبع الخدمات يعني هنتكلم عن الخدمات اللي قدمتها بعثه الحج المصريه للحجاج. يمكن بالامس الامور يعني الناس وصلوا لمزدلفه متاخرين شويه نظرا للزحام، بالطبع كان شديد. السلطات السعوديه بتتكلم عن قرابه 2 مليون حاج، ده الارقام الرسميه اللي بتشير الى عدد الحجاج، لكن اعتقد ان الارقام اكبر من كده بكتير. لكن هناك حسن تنظيم طبعا مع من السلطات السعوديه لموسم الحج. بالنسبه للجمرات طبعا هي بتيسر مسارات باتجاه جسر الجمرات، ومسارات للعائدين من جسر الجمرات باتجاه المخيمات. ده بيخلي ما فيش زحام موجود دايما في منى، عشان تجنبا لحدوث صدام يعني لا قدر الله زي ما حصل من 4 سنوات في الصدام اللي حصل وتوفى فيه اعداد كبيره من الحجاج نتيجه للتزاحم والتصادم. وبالتالي هم اكدوا على حاجه مهمه جدا، المسارات يعني المسار اللي واخد اتجاه جسر الجمرات غير المسار للعائد من جسر الجمرات، وبالتالي لا يتلاقى المسارات اللي هي محدده، وبالتالي يحصل فيه انسيابيه كبيره جدا بالنسبه للحجاج. النفره بالامس كانت نفره ناجحه جدا بالنسبه للحجاج، وباتوا في مزدلفه وتوجهوا الى منى وباتوا في منى. في خيار للحجاج اذا كان حابب يتوجه الى مكه ويبات في مكه بيبات، ويرجع تاني للمخيم ويرجع يرمي ويرجع لمكه. كل الامور متاحه، لكن الامور ميسره الحمد لله حتى هذه اللحظه. ده انا شايف الحقيقه عبد الله الطواف حوالين الكعبه المشرفه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مشهد مذهل
مذهل. يعني انا بعتقد ده يمكن اكبر موسم حج انا شفته بعناية. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما كتبليش الحج قبل كده، فانا بظن ان ده اكبر موسم شفته بعناية يعني على شاشات قبل كده. فعلا يعني حتى المشهد كان امبارح لو احنا بنتكلم امبارح في المسار الخاص بالمشاة من عرفات المزدلفة، وقلت لك ان المشهد عامل زي هدير من البشر يكتسب اللون الابيض بيصب في النهايه في اتجاه مزدلفة ومنى، كان مشهد فعلا عظيم جدا. يعني النهارده الصبح قلت ان انا يعني نخلص يعني من الجمرات بعد الفجر واتجهنا لمكه المكرمه لاداء طواف الافاضه. يعني اعتقدت ان انا هروح بدري هلاقي الجمهور هاديه وكويسه ومفيش زحام كتير، لكن لا ما رحت لقيت ان يعني يمكن كله كان بيفكر نفس التفكير، لقيت فعلا زحام شديد جدا حوالين الكعبه، برغم طبعا زي ما قلنا قبل كده السلطات السعوديه واخده اجراءات مشدده في هذا الامر. يعني بيخش الحرم لازم بيكون محرم، يعني ما بيدخلوش غير المحرم الا في الصحن او في الطوابق الاعلى، لكن الصحن نفسه صحن الحرم والدور الاول ده بيدخلوا فقط المحرم، يعني تخفيف لحده الزحام. لكن احنا بنشوف طبعا كان الصبح لا الزحام شديد، واعتقد دلوقتي لو الصوره حضرتك بتتكلم عليها طبعا الصوره فيها زحام شديد جدا، الناس بتادي طواف الافاضه، واعتقد مع رجوع كمان الحجاج الموجودين اللي هم المبيت في منى بعد يومين او بعد ثلاث ايام الزحام هيشتد اكتر، وبعد كمان جمع طواف الافاضه مع طواف الوداع وعدد من الحجاج مثلا هترجع او خلصت فتره الرحله المقدسه هنلاقي الزحام اكتر. هي ايام يعني في العموم هي ايام جميله جدا وايام طبعا روحانيه بيعيشها كل المسلمين وبيتمناها كل المسلمين في بقاع الارض. يعني اللي موجود هنا نفسه الرحله ما تخلصش، واللي موجود بره نفسه هو اللي كان موجود وبيلبي. يعني هي الامور جميله بيحسها اكتر اللي حضر الرحله ديت وبيتمناها كل عام ان هو يكون موجود في هذه الحشود العظيمه اللي هي موجودة في المشاعر المقدسة، وقبل حتى إقامة المشاعر المقدسة التردد على المسجد الحرام وحتى التردد على المسجد النبوي الشريف. يعني حتى بالأمس أنا قلت لك نقطة مهمة جدا خاصة بالتيسيرات المقدمة للحجاج. بالطبع احنا جميعنا لما بنيجي بنبقى نفسنا نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفسنا كمان نصلي في الروضة الشريفة ما بين قبري وبيتي أو ما بين قبري ومقبري جودة من رياض الجنة، فالناس بتبقى حابة إنها تصلي في الروضة. فكان من السنه اللي فاتت عملنا حاجه اسمها تطبيق النسك، فلما جاء الضباط بعثه القرعه يخش على التطبيق لقوا ان تطبيق الحجز بعد شهرين، يعني نسك الحج انتهى والناس مش هتقدر تروح، فبقوا في تنسيق مع السلطات السعوديه وبالفعل تم حجز مواعيد، وفي المواعيد دي بجمع 200 300 حاج وراحوا الضباط بيصطحبوهم او الضابطات في حاله السيدات، وبيروحوا بيدخلوا بهم الروضه وبيصلوا وقت كافي وبيستمتعوا، وفي ناس ما اتكلمنا معاها يعني ناس حابه تزورها مره واثنين وثلاثه، فكانت ناس بتخش في وسطهم كده وناس زارت الروضه مره واثنين وثلاثه واربعه كمان في اثناء فتره وجودهم في المدينه المنوره. ومكه المكرمه برضه بنشير لنقطه مهمه من الجهود اللي بذلتها بعثه الحاج الكره بصفه خاصه، ان الفنادق الموجوده قريبه جدا من الحرم، يعني ما بتركبش ليها حاجه مواصلات او حاجه، بتتمشى مسافه 100 متر او 200 متر توصل للمسجد الحرام وبتصلوا فيه، ودي من الامور المهمه جدا، لان احنا بطبعنا حتى بصفه شخصيه كشعب مصري نفسي ان انا اصلي الصلوات كلها في المسجد الحرام، وبالتالي النقطه دي تم مراعاتها عند اختيار الفنادق انها تكون موجوده بالقرب من الحرم المكي الشريف وكذلك بالقرب من الحرم النبوي الشريف، وده كانت لاقت اشاده كبيره من جميع الحجاج. يعني الحاج المصري ما تقدملوش اكل ولا تقدمه شرب، بس يقول له ان انت هتسكن جنب الحرم النبوي او الحرم المكي، فبيبقى سعيد بالحاجه دي جدا. يعني يا ميسر الاحوال، امنتك امانه يا حاج عبد الله وانت في الكعبه قبل ما تمشي، قول ربنا يدي يوسف على قد نيته وتجيب لي ازازه ميه زمزم. خلاص دي من عندي وعد مني على الهواء مباشره. الدعوه اهم، يديله على قد نيته. طبعا ربنا يخليك تعيش وترجع لنا بالف سلامه انت وكل الناس، وحاج مبرور باذن الله، وربنا يا رب يا رب يتقبل منكم جميعا كل الشكر ليك. زميلنا العزيز عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري من مكه المكرمه.